قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. القرب من الله درجة عالية في أعلى عليين من الجنة، المقربون، يقول سبحانه وتعالى السابقون السابقون أولئك المقربون، ويقول سبحانه وتعالى عينا يشرب بها المقربون. السؤال هنا، طب ازاي نوصل لهذه الدرجة ولهذا المقام الرفيع ولهذه المنزلة العظيمة؟ لابد أن نصل لها بالعمل. طب العمل ده هيكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ هيكون في الدنيا، عشان الدنيا هي دار العمل. يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.